كلمني بقى عن الإخراج، إيه التكنيك أو يعني صارحت نفسك بمنهجك في الإخراج هيبقى إزاي؟ هو كان فما اختيار واضح من الأول، ولما تقابل أحمد يوسف مدير التصوير، هو طبعا صديق ليا مصري ونحييه ده من هنا، لأنه من أهم طبعا مدير التصوير في مصر، وهو صديق عزيز عليا. فقلت الأول أنا ما نحبش يكون فما تراك اللي السكة اللي نعرفوها اللي تحط عليها، ما فماش دولي اللي هو اللي بيخلي الكاميرا بتتحرك من مكان، نحط ما فماش دولي اللي هي تتحرك من مكان، وما نحبش ترايبود. امال عايز ايه؟ فكر يعني، قال لي معلش يعني قال لي قلت له عايز هاند هيلد، كاميرا على الكتف وستيدي كام بس، والنور طبيعي مش عايز نور كثير. قال لي معناها انت تحب تقول لي نطلعوا في مركب انا وانت ونربطوا ايدين بعض في بعض، أيوة، ونحطوا الصخره بيننا وننطوا في البحر نغرق مع بعض. قلت له انت جاهز؟ قال لي جاهز. فالميزه انه كانت طبعا عندنا صداقه كبيره بيناتنا، وهذا اللي خلانا يعني واقتنع بالفكره واقتنع بالوجهه النظر اللي هي مختلفه جدا. لانه بالنسبه لي عايز صوره واضحه صريحه، عايز صوره قريبه من تفكير الاشخاص اللي نمثلهم، من تفكير حبيب. فكانت فما طريقه ان تعطينا واقعيه اكثر من ما تكونش مبنيه على الاستيتيك، يعني على زينه المشهد وعلى مظهر، لكن مبنيه على انه ندخل في عمق التفكير. هنرجع تاني في التفاصيل في الفيلم الذي حصل على جائزة اتحاد النقاد الدوليين، إنما في كده لمحات اللي قاعد بيتفرج يعني هيقول ملحوظات بعضها فنية وبعضها غير فنية. أنا هبتدي بالملحوظات الغير فنية. سيح بيب كتير قوي مشاهد الفيلم عمال يشطب الحوض، عمال يغسل المواعين في الحوض. كل السيدات اللي كانوا في القاعة قالوا واضح ان ظافر بيغسل صحون 100%، كان عندك اداء كويس جدا مع الحوض. ده كان اداء براعة تمثيل بعد البرنامج. انا عندي بعد البرنامج عندي شوية لا والله عطول. خبرة يعني لو عندكم اي عناوين اعطيني من غير هو غسل طبق وحلل كتيرة جدا في هو الفيلم على طبق، يعني ما حدش هنا مخبين الموضوع بس ايه بقى؟ لا الفكرة اللي هنا الشخصية عايشة وحدها، لأن يعني هو طبعا عايش وحده حبيب مفهوم بعيد عن زوجته، فلازم يكون يعرف يتعامل مع الأشياء هذه.